انت شنو اسمك؟ قلت محمد سعد صادق حمزه اللقب بصراوي عشيره اسدي ام فلانه بنت فلان. قال لي تمام انت معدوم غيابي يظهر مكلف. يا سلام معدوم. معدوم على اساس في 93 اعدام وبال 97 اعدام. اي اثنين. اي الله جابه وراح اصير سجين سياسي اصير شهيد واخذ حالي حال اخرين. اي قلت الله جابه. محمد سعد محمد راجع من الاعدام خير ان شاء الله. محمد شلونك؟ اهلا استاذ السلام عليكم. اقول لك انت شنو كنت معدوم طلعت بالعفو شنو؟ لا لا انا المعدوم الحي استاذ نجم صوت الحق ان شاء الله وصوت الفقير ومدافع الحقوق المظلومين. الله يسلمك. الله يحفظكم وجوه الحسين. الله يحفظكم. حمود انت خريج معدات هندسيه. زين انا خليني احكي لك قصه. انا راسلتك قبل فتره وحضرتك راسلتني وبعدين قطعت عني. ايش اسوي عندي الاف الرسائل يا محمد تعذروني. الله الله يعينك. الله الله يعينك الله يعينك. استاذ عزيز انا مطوع قبل ما تلبس مواليدي بسنه ونص، مواليد 71. يا سنه طوعت. طوعت في سنه 88. اي عن طريق مدرسه عاصم بن عمر التميمي. اي. الانسيابيه اللي ساقتنا الى مركز تدريب مهن المعدات الفنيه الهندسيه. اي. وكملت دوره 3 سنوات وتخرجت مع اقراني. ومن 10 الاوائل. وراها. انا هسه يمكن يسمعوني الكل هسه، هسه جماعتي كلهم يسمعوني. اي. بعد السقوط من راجعت كانت عندي مستمسكات. اي. راجعنا مطار المثنى من قد العدد اللي شافوه الامريكان. أي. مطار المثنى انا اسمي محمد حرف الميم وين متفرقه. أي. الامريكان تهسروا لان اكو مزورين قاموا يزورون بالباب يشوفهم يسوون نماذج وهويات يطلبون ياخذوا رواتب. فاحنا لازم يصير نظامي اكو ضابط كان يمكن مترجم كويتي وضابط امريكي. فاحنا الحظ اللي على العاطفه مالتنا لموا هوياتنا على اساس يسوون بسامينا فتهسروا قالوا عددكم هلقد جيش عراقي شلون انكسر؟ الحاصل طاحوا لنا بالصواندات دق وطلعنا قالوا احنا نعطيكم هوياتكم. قمنا نراجع يوميه ماكو. قالوا تنفتح جمعيه محاربين وروحوا لي. زين. رحنا جمعيه محاربين، اراجع عن 5 سنوات اللي يقولون بس عسر يا محمد لان ماكو وقت عسر. عسر ان شاء الله. أي. بعد ال5 سنوات راجعت. أي. قالوا انت شنو اسمك؟ قلت محمد سعد صادق حمزه اللقب بصراوي عشيره اسدي ام فلانه بنت فلان. قال لي تمام انت معدوم غيابي يظهر مكلف. يا سلام معدوم. معدوم على اساس في 93 اعدام وبال 97 اعدام. اي اثنين. اي الله جابه وراح اصير سجين سياسي اصير شهيد واخذ حالي حال اخرين. اي قلت الله جابه طول حقوق مال معدوم. اي اكو كان واقف لواء مدير جمعيه المحاربين. اي قال لي انت روح وخلي امك تراجع. تراجع شلون انا مو ميته؟ قال تراجع تراجع على اساس انت معدوم. على اساس معدوم. قال لي انت ما معدوم احنا ما نعطيك حقوق معدوم. ولا نعطيك حقوق مزون. قلت له زين تبتون انا مطوع انطوني كتاب من عندكم مديرة هندسة عسكرية تقول هذا خريج من عندنا وتمتع بشهادة معادلة اعدادية وراتب تحرير وراتب. قال لا ما نخاطب احنا الجهة الا هم يخاطبونه. رحت المدير قال ما نخاطب احنا. يابا شلون هسه الحل شنو؟ قالوا انتظر اللجنة 117 ما مسلم قاش. زين هسه انت عادل ميت. هي مو دحش وياك انا سهلش. لا بالقانون امام القانون. بعدهم الجمعية المحاربين معدوم. معدوم هسه لا يطولك حقوق عدل ولا يطولك حقوق ميت. استاذ انا اللي خلاني اتصل قبل يعني خبر طلع قبل 4 ايام خلي اسمع الملأ خلي اسمع راس الوزراء خلي اسمع اول عالم خلي اسمع الدنيا كلها. يعني انا اللي معدوم غيابي واللي خدمتي فوق ال 22 سنه 23 سنه اكثر وصار لي 20 سنه بدون راتب ورجال عمره 51 سنه 100 مرض بيه على قفله اموت لا تقاعد لا رعايه. يطلع قرار من جمعيه المحاربين اللي عنده دفتر خدمه يستلم راتب يستلم 80 مليون. انت طلعتك بالمحاربين؟ بالمحاربين. انا الليله اخابر فريق ابراهيم. فريق ركن. منك استاذ. فريق ركن ابراهيم. احنا بس هالاصوات الطاهره مثل فريق ركن ابراهيم الله يستر عليه كاني راح ادز لك المقطع. يابا حس موضوعه لو عدل لو انت متزوج؟ متزوج انا طبعا. زين هسه انت بكل دوائر الدوله. يعني هسه بالجنسيه بشهاده جنسيه؟ لا 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 بس بالدفاع ظهر معدوم وجمعيه المحاربين معدوم. قاعده البيانات اللي ما حد يعرف بيها بعد اللي استلمتها الامريكان. خير ان شاء الله. والله صادق وقفتك والله يحفظكم. الله يسعدك. فريق ابراهيم 350-400. فريق ابراهيم خذ زلمه انا خابر لك فريق ابراهيم وراح ادزل السيد الفريق هذا. زين هسه والله قبل يقول لك اهناك ومثل يقول ما ادري حيه ما ادري جريه. هسه هذا صاير لا هو عدل ولا هو ميت. بس الأخطاء تحصل يعني هاي تصير مو ما تصير لكنه عندما تكتشف يجب أن تعالج الأخطاء بالإدارة تصير. هسه مرات يصير تشابه أسماء ولو هاي تشابه أسماء أكو ناس أكلتها لهسه بس لازم تعالج.